قول ما حكم دخول الخلاء بالجوال الذي يحمل مقاطع آيات قرآنية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المقاطع التي يحملها الجوال إن كانت في جوفه لا تظهر ولا تسمع، فكما هو الشأن في جوف الحافظ لا شيء في ذلك إذا كانت لا تسمع ولا ترى. وأما إذا كانت تسمع بمعنى أنها نغمة، فإذا اتصل به سمع القرآن واضحا ظاهرا فلا يجوز دخول الخلاء فيه. وإذا كانت مكتوبة على الشاشة بمعنى أنها يسمونها خلفية، فإذا كانت مخفية لا مانع أيضا كما هو الشأن في الذي في جوفه. وإذا كانت ظاهرة وفي جيب صاحبه فإنها مثل كتابة الذكر أو القرآن أو لفظ الجلالة في ورق مخفى في جيب الإنسان، لكن ينبغي أن لا يمتهن القرآن، فلا يوضع لا خلفية ولا يوضع أيضا نغمة، لأن هذا فيه امتهان لكلام الله جل وعلا ويعرضه لأن يذكر في أماكن لا تليق به. وأما ما في جوفه يعني مخزن فيه القرآن كما في الشريط فهو نظير ما في جوف ابن آدم، لا يضر ذلك إن شاء الله تعالى. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف.